شركة مانجو هي إحدى شركات الطيران التي تعمل في جنوب أفريقيا، تقوم بطلاء طائراتها باللون البرتقالي اللامع، كما أن شركة تاورز إير والتي تتخذ من المجر مقراً لها تقوم بطلاء جزء من طائراتها باللون الوردي الفاتح والأرجواني. ولكن عليكم العلم بأن هذه الاستثناءات نادرة، فاللون الأبيض هو اللون الغالب في جميع الطائرات حول العالم. ولكن لماذا هذا اللون تحديداً؟ يرجع ذلك إلى عدة أسباب. يستخدم منتجو الطائرات الطلاء الأبيض للحفاظ على برودة الطائرات لما له من قدرة خارقة على عكس ضوء الشمس بخلاف الألوان الداكنة، فهو يقلل من الحرارة وكذلك الضرر المحتمل من الإشعاع النفسي. تحتوي الطائرات على بعض الأجزاء المصنوعة من البلاستيك وألياف الكربون والألياف الزجاجية، وهذه الأشياء على وجه الخصوص تحتاج إلى أقصى درجة من الحماية من أشعة الشمس الحارقة، لذا يجب أن تكون جميع الأسطح في الطائرة مخروطية الشكل وكذلك بيضاء اللون. الكونكورد على سبيل المثال وهي طائرة ركاب فرنسية بريطانية، سرعتها تفوق سرعة الصوت دائماً ما يغطيها طلاء أبيض عاكس، وإلا ما تحملت الحرارة الناتجة من طيرانها بمثل هذه السرعة المخيفة، وخصوصاً إذا علمنا أن سرعتها تصل إلى 1355 ميلاً في الساعة. هناك أسباب أخرى لطلاء الطائرات باللون الأبيض، وهو سبب اقتصادي بحت، فاللون الأبيض لون عملي، كما أنه غير باهظ الثمن، كما أن الطائرات عموماً لا بد وأن يتم طلاؤها باللون الأبيض أولاً حتى ولو لم يكن هو اللون النهائي للطائرة، فلا بد من دهان الطائرة باللون الأبيض كخلفية، ثم إضافة اللون النهائي للطائرة والذي يستلزم إضافة طبقة من الدهان تزيد عن 1000 رطل إلى وزن الطائرة، وهو ما يعني حرق المزيد من وقود الطائرة الذي يمكن توفيره، هذا إلى جانب أن دهان الطائرة الواحدة يتكلف ما بين 50 إلى 200 ألف دولار على حسب نوع الدهان ولونه، كما أن بيع طائرة ملونة بغير اللون الأبيض لن يكون أمراً يسيراً، حيث أن تكلفة التخلص من الطلاء ستكون باهظة الثمن، ولا أحد يريد أن يضع قرشاً فيما لا يفيد، بخلاف لو كانت الطائرة بيضاء فإنه يسهل تشكيل اللون وتحويله إلى أي لون آخر. هذا بالإضافة إلى أن اللون الأبيض يساعد في الكشف عن الأضرار التي تلحق بالطائرة، وبالتالي يسرع من تداركها، فإذا ما حدث تسرب للزيت مثلاً فإن الطلاء الأبيض يجعل من السهل اكتشاف الخطأ وإصلاحه، كما أنه إذا حدث تحطم للطائرة وسقطت فإن رجال الإنقاذ سيتمكنون من تحديد موقع الطائرة بشكل أفضل وأسرع. قد يتساءل البعض، لماذا تحلق الطائرة بهذا الارتفاع الشاهق؟ إليكم الإجابة. تحلق معظم الطائرات التجارية على ارتفاع يبلغ حوالي 35 ألف قدم، وهذا رقم لم يتم اختياره عشوائياً، فكلما ارتفعت الطائرة كلما كان الهواء رقيقاً، وبالتالي كان هناك مقاومة أقل وحرقاً أقل للوقود، كما أنه في الارتفاعات العالية يقل تأثير العواصف الرعدية والسحب على عملية الطيران، كما أن هذا الارتفاع يبتعد بالطائرة عن المنطقة التي تحلق بها الطيور، وبالتالي تكون الطائرات بعيدة عن المناوشات التي قد تحدثها بعض الطيور وينتج عنها بعض القلق والاضطراب الذي قد يؤدي إلى سقوط الطائرات في حالات نادرة للغاية، ولكن من الأفضل أن تكون في أمان. وأخيراً وليس آخراً، إذا ما حدث عطل بالطائرة أثناء الرحلة وبدأت الطائرة بالهبوط، فإن هذا الارتفاع سيمنح الطيارين الوقت اللازم لإصلاح المشكلة. وهناك تساؤل آخر يدور بأذهان بعضكم، وهو لماذا لا تحلق الطائرات فوق القطب الشمالي؟ إليكم الإجابة. على الطائرات اتباع قواعد صارمة وطرق محددة خلال رحلتها، فعلى سبيل المثال لا يسمح للطائرات بالتحليق فوق التبت نظراً لقمم الهيمالايا الشاهقة، كذلك هناك قاعدة تحرص جميع الخطوط الجوية على الالتزام بها، وهي أن الطائرات لابد وأن تسير في مسار يسمح بوجود مطارات بالقرب من مسار الطائرة كل 60 دقيقة حتى يكون بالإمكان تقديم المساعدة إذا ما حدث طارئ للطائرة، وبالتالي يصعب الطيران في القطب الشمالي لعدم توافر هذا الشرط، كما أنه إذا ما حدث تحطم للطائرة سيكون من الصعب على الناجين تحمل مثل تلك الظروف المناخية القاسية حتى يتم إنقاذهم. والآن هل لديكم أي تساؤل آخر بشأن الطائرات؟ لا تترددوا، نحن هنا.